الرئيس السيسي يتسلم رسالة من رئيس غينيا الاستوائية ويبحث مع نائبه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. خلال لقائه رئيسة بنك التنمية الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعرض مسار العلاقات بين مصر والبنك ويؤكد اعتزازه باستضافة الملتقى الدولي الأول بالعاصمة الإدارية. وبلينكن في قطر لبحث رد حماس على الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزة. ثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت الجنة. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو نجيما أوبيانغ مانغ والوفد الوزاري المرافق له الذي يضم وزراء الخارجية والأمن والصحة والزراعة، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري. وخلال اللقاء سلم نائب رئيس غينيا الاستوائية رسالة من الرئيس أوبيانغ نجيما رئيس غينيا الاستوائية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت الإعراب عن تقديره البالغ لمصر، ووجه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة غينيا الاستوائية، وهو ما ثمنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحبا بإتمام الزيارة في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدا حرص مصر على مساندة جهود حكومة غينيا الاستوائية لتحقيق التنمية ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. وقد استعرض نائب رئيس غينيا الاستوائية في ذلك الإطار مجريات زيارته لمصر التي التقى خلالها برئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لبحث سبل دفع التعاون الاقتصادي والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، مشيدا بما شاهده من تقدم تنموي لافت في مصر بشكل يمثل إضافة حقيقية وملموسة لقدرات وإمكانات القارة الأفريقية. وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسي التزام مصر الكامل بمواصلة تعميق جميع أطر التعاون مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى الفرص الواعدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يتيح للشركات المصرية العمل في المجالات ذات الأولوية لغينيا الاستوائية، وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية وإنشاء المدن والتجمعات العمرانية والطاقة وغيرها، حيث أعرب نائب الرئيس الغيني في هذا الصدد عن التطلع لنقل الخبرة المصرية المتميزة والمشهود لها عالميا في القضاء على التهاب الكبد فيروس سي. كما تناول اللقاء أيضا الأوضاع القارية والإقليمية، حيث ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي مواقف غينيا الاستوائية الداعمة للقضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع بالقارة الإفريقية وجهود تعزيز السلم والأمن القاريين، ما يدعم مسار التنمية الشاملة في القارة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي محددات رؤية مصر حول أهمية الشراكات الجنوب جنوب في تحقيق الأهداف التنموية. وخلال لقائه رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف، أشار الرئيس السيسي إلى تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية للبنك، لا سيما بشأن ما يوفره من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني الذي يتيحه للقطاعين الحكومي والخاص في إطار دوره الأوسع في المساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإقامة بيئة دولية داعمة للاقتصادات الناشئة والدول النامية. وصرح متحدث الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول للبنك الذي يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأول من نوعه للدول أعضاء البنك، مشيرا إلى أهمية الملتقى ودوره في دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع بريكس المؤسسين والجدد. من جانبها أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد تقديرها لانضمام مصر إلى البنك واستضافتها للملتقى، مشيرة إلى حرص البنك على العمل المشترك مع مصر للقيام بدور فعال في مساندة الدول الأعضاء بما يدعم جهود تحسين النظام الاقتصادي العالمي ليصبح أكثر عدالة ودعما لجهود التنمية. كما أشادت بتجربة مصر التنموية الناجحة، منوهة في هذا الشأن إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا،
ومشيرة إلى اهتمامها الكبير بالجهد الكبير الذي بذلته الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير مناطق آمنة ومخططة وحضرية بديلة، ما أسفر عن تطور إيجابي ملموس في حياة ومستوى معيشة الملايين من الفئات الأكثر احتياجا. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر وشعبها العظيم وسائر بلاد المسلمين بالخير والأمن والسلام. وخلال البرقية هنأ رئيس مجلس النواب وبالإنابة عن أعضاء المجلس جميع أبناء الشعب المصري العظيم بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. وخلال التهنئة شدد المستشار عبد الرازق على أن مجلس الشيوخ ينتهز هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد أنه يستلهم من قيمها التضحية والفداء من أجل وطننا الغالي تحت قيادة الرئيس السيسي. كما بعث قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى أنه قد هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر هاتفيا بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وخلال تهنئته الرئيس السيسي دعا قداسة البابا تودروس أن يدوم الخير لمصر والأمن والأمان بها ولشعبها. كما وأعرب البابا تودروس خلال اتصاله الهاتفي بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن أمنياته الطيبة له ولجميع المسلمين بالسعادة والخير والسلام في كل أنحاء العالم. كما هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. وفي برقيته عهد رئيس الوزراء الرئيس السيسي على مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء خلال المرحلة المقبلة، ذلك لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة بهدف تحقيق تطلعات المواطنين وحتى ينعم الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار. هذا وهنأ رئيس الوزراء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الأضحى، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وخلال برقية التهنئة أكد الفريق أول محمد زكي أن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون الرئيس السيسي بهذه المناسبة المباركة يؤكدون استعداداتهم التامة للبذل والتضحية والفداء في إنكار الذات افتداء أو اقتداء بالمثل الأعلى التي أرستها هذه المناسبة المباركة، ووفاء منهم للمهام والمسؤوليات العظمى التي كلفهم بها شعب مصر العظيم لحماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه والحفاظ على سلامة وقدسية أراضيه. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسي. هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا بنفس المناسبة. كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وخلال البرقية بعث وزير الداخلية وهيئة الشرطة أسمى عبارات التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات للرئيس السيسي،
راجين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. وبهذه المناسبة أكد وزير الداخلية عزائم رجال الشرطة لمواصلة البذل والوفاء وتقديم كل غال ونفيس في سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن ومقدراته ومكتسبات شعبه العظيم وتدعيم ركائز الاستقرار لبلوغ خطط التنمية مدارج السداد والتوفيق. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب معربا عن أصدق الأمنيات لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تأتي لتكون دافعا حتى نواجه التحديات وننتصر إرادة هذا الشعب العظيم في معارك البقاء والبناء والنماء. وبعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ متمنيا لمؤسساتنا التشريعية العريقة دوام التوفيق والسداد. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشددا على أن هذه المناسبة العطرة نستشفي منها المقاصد والأهداف السامية لقيم الفداء والتضحية والعطاء. هذا وبعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مؤكدا أن احتفالنا بعيد الأضحى المبارك في كل عام يعد رمزا متجددا لبذل المزيد من الجهد والعطاء. كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة لكل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معربا عن خالص التهنئة وأصدق الأمنيات. هذا وبعث وزير الداخلية برقيات تهنئة لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة ولفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والغفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عدد من عقود مشروعات لإدارة وتشغيل المواني مع شركة مواني أبوظبي. وشهد مدبولي توقيع عقدي إدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لكل من محطة دحرجة رورو ومحطة الركاب والسفن السياحية بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وشهد رئيس الوزراء توقيع العقد النهائي للتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للسفن السياحية لمواني سفاجة والغردقة وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ومجموعة مواني أبوظبي. وعقب توقيع الاتفاقيات أكد وزير النقل كامل الوزير في مؤتمر صحفي أن الدولة أنفقت على قطاع النقل أكثر من تريليوني جنيه لتطوير البنية التحتية، مشيرا إلى أن البنية التحتية تم تنفيذها من أجل خدمة كل قطاعات الدولة ومن ضمنها السياحة بشكل أساسي والتجارة وقطاعات مثل الزراعة. المزيد حول توقيع عدد من عقود مشروعات في إدارة وتشغيل الموانئ مع شركة موانئ أبوظبي يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث رصدنا اليوم توقيع اتفاقيتين بين لعدد من تطوير الموانئ المختلفة سواء كانت موانئ في البحر الأحمر أو حتى في ميناء العين السخنة أو عدد آخر من الموانئ في سفاجة والغردقة وشرم الشيخ. هذه توقيع الاتفاقيات كانت بين هيئة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد التزام لمدة 30 عاما لتطوير وبالطبع التمويل الخاص بهذا التطوير والتشغيل والصيانة والاستغلال لمدة 30 عاما للبنية الفوقية لهذه الموانئ، إما كانت ميناء الخاص بالميناء العين السخنة أو حتى أيضا ميناء دحرجة، وهذا هو بالطبع الميناء الذي يأتي ضمن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بالطبع هذا الالتزام لمدة 30 عاما تشغيل
تطوير صيانة استغلال، ولكن أيضا الربط الخاص بأربع موانئ أخرى وهي سفاجة والغردقة وشرم الشيخ وتطوير البنية التحتية أيضا بهذه يعني الموانئ، يهدف في الأساس للربط بشكل عام، الربط للبنية السياحية في الأساس. البنية السياحية هي زيادة عدد النقل السياحي عن طريق هذه الموانئ، حيث أن 20% من النقل بشكل عام، النقل البحري في مصر 20% منه فقط للسياحة، لذلك هذه الاتفاقيات الغرض منها زيادة نسبة النقل السياحي عن طريق هذه الموانئ. نتحدث عن 13000 متر 13000 كيلو متر الموانئ المختلفة في مصر، ولكن كل هذه بالطبع التطويرات الأخيرة للتشغيل والاستغلال والصيانة لمدة 30 عاما فقط للبنية الفوقية لهذه الموانئ. بالطبع هذه هي الصورة عن العقدين من مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والآن أعود إليكم مرة أخرى. أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ما يحظى به ملف تعظيم القمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية من اهتمام. وخلال اجتماع لمتابعة جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، أكد مدبولي على أن هذا الاهتمام يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإقامة صناعات تعتمد على هذه الثروات، سعيا لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يعزز من المنافسة العالمية. ونوه رئيس الوزراء إلى ما يتم إعداده من دراسات متكاملة تتضمن تعظيم الاستفادة من مقدرات مصر من خام الرمال البيضاء والسوداء، وكذا تعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال، سعيا لتوطين الصناعات الخاصة بالرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الوصلات الكهربائية الخلسة وتحصيل الفواتير المستحقة. وخلال لقائه بالمسؤولين المعنيين لمتابعة موقف سداد مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مصر لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، أكد مدبولي أنه تم عقد عدة اجتماعات للعمل على سداد مستحقات وزارة البترول، مضيفا أنه بالفعل قامت عدة جهات حكومية بسداد ما عليها من ديون ومستحقات لوزارة البترول، وعلى رأسها وزارة الطيران المدني. وخلال الاجتماع تم استعراض إجمالي المديونيات المستحقة للشركات القابضة لكهرباء مصر على الوزارات والجهات الحكومية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز والتعبئة لنحو 400 ألف حصة غذائية وتوزيعها على المواطنين بنصف قيمة التكلفة بمختلف محافظات الجمهورية. صدقني أنت عندنا تبقى الأهم، مصر هو ابن البلد، مصر بالنسبة. تنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمعاونة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز والتعبئة لعدد 400 ألف حصة غذائية وتوزيعها على المواطنين بنصف قيمة التكلفة بمختلف محافظات الجمهورية. وعبر أسطول ضخم من وسائل النقل المختلفة تم نقل الحصص الغذائية إلى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، تمهيدا للبدء في توزيعها بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات التي تقع بنطاق المسؤولية. كرتونة حلوة فعلا وتستاهل، يعني 125 مش فلوس دلوقتي، وفيها حاجات فعلا مفيدة. احنا بنشكرهم على المجهود اللي هم عاملينه طبعا، والبلد كلها معترفة ان هم فعلا انجزوا في حاجات كتير قوي، والحاجة فعلا مفيدة ونظيفة. احسن كتير ياما ياما، احسن من الاغلال اللي بره، الناس اللي مولعه فينا بره. اشكر قوات المسلحة اللي هي بتعمل كده مع الشعب، من كبير فيها للصغير فيها، القوات المسلحة اللي حامين المصرية والشرطة. أسعارها هادية وفيها حاجات تزيد عن المبلغ اللي هم بيدوهالنا بيه. ممتازة ممتازة والله، الأسعار جميلة جميلة عن بره كتير كتير والله. لا الأسعار كويسة جدا هنا،
عن بره، بره غالية قوي الأسعار، هنا كويسة. يعني أنا 125 جنيه ما يجيبوليش حتى إزازة الزيت، يعني أنا بجيب مكرونة وزيت وسكر فيها وكل حاجة حلوة قوي. يعني نشكر طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربنا يقويه يا رب ويخليه لينا وينصره على أعدائه يا رب. يأتي ذلك بالتزامن مع قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات، وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وافتتاح عدد من الأفرع التابعة لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة سان مول بالمحافظات بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم خدمة متميزة لأبناء الشعب المصري. واستمراراً لحملة بلدك معك التي تنفذها المنطقة الشمالية العسكرية وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تم تنظيم قوافل طبية بالمناطق الأولى بالرعاية بنطاق محافظة البحيرة، تضمنت عدد 17 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات، تم خلالها إجراء المسح الطبي والمعامل والأشعة وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 14,247 حالة من المواطنين وطلبة المدارس المختلفة. أنا جيت النهاردة قضحت التذكرة وكشفت مخ وحصار، الدكتور جاب لنا أحلى مجابلة وعملنا أحلى معاملة. ربنا يخلي السادة الرئيس اللي جاب لنا الناس الكويسة المحترمة دي لخدمة الشعب كله، مش خدمة واحد ولا اثنين، لخدمة الشعب لأي إن كان بيجي بياخد راحته وبيكشف وبياخد علاج، وبسم الله ما شاء الله يعني ربنا يدوم الخدمة دي للشعب كله. كله متوفر، كشوفات، نظارات، كل شيء موجود الحمد لله، إفادة كاملة لبلدنا. شكرا، وحملة بلدك معاك، وربنا يبارك لكم ويكفيكم شر المرض ويجعلكم مستورين. يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة في إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصري العظيم ومشاركتهم كافة الأعياد والمناسبات. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوية الذي تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية، وتستمر على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وناقش الفريق أسامة عسكر عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم والقدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة المتغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالأداء المتميز لجميع العناصر القائمة على تنفيذ المشروع. نظم مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بحي العجوزة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي شهد مراسم تسليم الأطراف الصناعية لعدد من مصابي الألغام ومخلفات الحروب السابقة من أبناء محافظة مطروح. يأتي ذلك في إطار برنامج التأهيل الجسدي والنفسي لضحايا الألغام وإعادة دمجهم داخل المجتمع. نظم مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مراسم تسليم الأطراف الصناعية لعدد من مصابي الألغام ومخلفات الحروب السابقة من أبناء محافظة مرسى مطروح. بدأت المراسم بكلمة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أشارت فيها إلى جهود مصر الرائدة في مجال إزالة الألغام ومخلفات الحروب السابقة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، حيث تمكنت من تطهير مساحات واسعة من المناطق المتضررة بمناطق الساحل الشمالي الغربي، مشيدة بالتعاون المثمر والتنسيق المتواصل مع القوات المسلحة في هذا الإطار. فيما ألقى اللواء طبيب رضا الهميمي مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرا إلى أن للمركز خبرة كبيرة في تقديم الرعاية المتكاملة للمصابين وفقا لبرنامج للعلاج والتأهيل. كما شملت المراسم جولة تفقدية لعدد من الأقسام بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم
وكذا مصنع الأطراف الصناعية داخل المركز، والذي يضم خطوط إنتاج متطورة تضاهي كبرى الصروح الطبية العالمية المماثلة. حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤول وزارة التعاون الدولي. تواصل وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة لتوزيع عبوات غذائية على محدود الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمناسبة اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. يأتي ذلك في إطار الدور الذي تطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. انطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية، تواصل الوزارة فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، والتي تأتي في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى توزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يخلي الرئيس لنا يا رب. يسهر عشاننا ويفضي روحه همه همنا. إن شاء الله طيبين وسيادة الرئيس وطيب، والداخلية كلها طيبة إن شاء الله. في كل شبر في مصر تلقى واحد مننا يسهر عشاننا. ربنا يخليك لنا يا رئيس. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يا بلادي يا بلادي تعيشي، يا بلادي يا بلادي يا بلادي تعيشي. تقول النهاردة خبط عليا في البيت وقالوا لي هدية من سيادة الرئيس. شكرا يا رئيس، كل سنة وانت طيب. ألف شكر لك يا رئيسنا، ربنا يفديك ويسترع معاك دايما، فاكرنا على طول. ألف شكر يا رئيس، ألف شكر، ألف شكر، فاكرنا على طول دايما في المناسبات، فربنا يخليه لنا يا رب ويبارك لنا فيه. شكرا لسياده الرئيس، وشكرا على تعبك يا فندم، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، وشكرا على تعب الرئيس الجمهوريه اللي فاكرنا. تحيا مصر، تحيا مصر، كل سنه وانت طيب يا رئيس. يا بلادي يا بلادي تعيشي، يا بلادي نفديك، يا بلادي. كل سنه وانت طيب يا رئيس، ودايما بصحة وسلامة، ومفرحنا بكل حاجة في محافظة جنة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تشكر يا رئيس. وانت السيسي كل سنة وانت طيب، وطيبين كلكم بخير، وجينا كلها بخير. يا بلادي يا بلادي تعيشي، يا بلادي يا بلادي. أنا بحب الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوم ما مسك، لأن راجل حمانة، حمانة حمى جامد، ومش مخلينا عايزين حاجة. كل سنة وأنت طيب يا ريس، وعيد علينا سعيد إن شاء الله، كل سنة وأنت طيبين. ربنا يخلي لنا سيادة الرئيس إنه جايب لنا مبادرة كلنا واحد. كل سنة وأنت طيبين، وكل سنة ومصر كلها طيبة وبخير. خلينا الرئيس كل سنه وانت طيبين، ربنا ما يحرمناش منه. وشكر الرئيس ان بيسال علينا وبيراعينا وبيراعي الشعب، وبنشكر شفاعه الرئيس، وربنا يخليك لنا ويخليك لشعب مصر. كل خطوه قصاده تبقى مصر الاختيار، وفي عز برد الليل بيحرس لطلوع النهار. في كل خطوه قصاده I'm
يخليك يا رئيس، مشكرين على كرتون الدهن الضباط، مش دائما مش ناسين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، كل سنة وانت طيب يا رئيس، خليك لينا. كل سنة وانت طيب يا رئيس، وربنا يخليك لينا، وربنا يديك الصحة عليك يا رب. كل سنة وانت طيبين، وربنا يخلي الرئيس إن فاكرنا ودخلتكم عليا بالدنيا. تحيا مصر، تحيا مصر، شكرا يا رئيس. سنة وانت طيب يا ريس، وادعي عليك الايام بخير، وربنا يخليك لينا وخليك للغلابه يا رب. فرحنا بالهدايا بتاعت سياده الريس دي، والحمد لله تمام. وانا شكرا لسياده الريس، وكل سنه وانتم طيبين. ونشكر الريس ان هو برضه يعني انه بيفتكر ناس الغلابه في الغيطان وفي البيوت وفي كل حته، ان هو ما نسيش اي حد. دعم متواصل تقدمه وزارة الداخلية من خلال مبادراتها الإنسانية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية لهم، في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين. أنا فتحت الباب بخبط، لقيت الضباط جايين بيقولوا لي كل سنة وانت طيب، الرئيس جايب لك الهدية دي. كل سنة وانت طيب يا رئيس، وكل سنة بتفتكرنا وباركنا فيك. شكرا لسيادة الرئيس، وشكرا للشعب المصري كله، وشكرا للداخلية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وفي إطار جولة أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة لبحث رد حركة حماس على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، ننتقل بحضراتكم إلى العاصمة القطرية الدوحة لنقل جزء من وقائع المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية قطر والولايات المتحدة الأمريكية. Is where we stand. Deal with America, وهذا العمل مهم جدا. وهنا بشكل عام نفهم أن هذه الصفقة على الطاولة وهي عملية، وأن حماس أيضا يجب أن تقدم مقترحا، وهذه الصفقة يجب أن تقبل، ويمكن أن تجيب حماس على بسؤال واحد وهو نعم، بدل من أن ننتظر أسبوعين وتغير الكثير من هذه المقترحات. وكما قلنا سابقا أن هذه الأشياء يعني غير مقبولة، وكما قال رئيس الوزراء أيضا أن الحرب التي بدأتها حماس في أكتوبر 7 أكتوبر أثرت كثيرا على المدنيين الإسرائيليين وعلى المرونة الإسرائيلية، والكثير من الناس يعانون من هذه الحرب. لكن في الأيام الأخرى نحن نستمر في الدفع نحو إيقاف هذه الحرب مع إيجبت لإغلاق هذه الصفقة، لأننا نحن نعلم أن الفلسطينيين في المنطقة في الحقيقة وفي العالم أيضا، وكل يتفق على هذا، أن هذه يجب أن تتوقف، وأن إطلاق النار يجب أن تتوقف، والحرب هذه تنتهي في المنطقة. وكما قال رئيس الوزراء أيضا، هناك أشياء مهمة جدا علينا أن نعمل بها لإنجاز وتحقيق وقف إطلاق النار في المنطقة، ومن أجل ذلك ولهذا علينا أن يكون لدينا خطط لإنهاء هذا الصراع، وكذلك المسؤولية أيضا. لشهور نحن نعمل مع الشركاء أيضا في المنطقة، ومن أجل هذه الخطة
وخلال اليومين الماضيين في المؤتمر والأسابيع أيضا القادمة سوف نقدم مقترحات لعناصر مهمة جدا للخطة ما بعد الحرب وكذلك الأمن والحكومة أيضا والبناء. وهذه الخطة مهمة جدا لإنهاء إطلاق النار وكذلك أيضا تحويل ذلك إلى هذه العملية سلام عادلة ودائمة واستخدام هذا السلام وأسسه في من أجل الاستقرار في المنطقة. وبالطبع من منذ أكتوبر 7 كل واحد كان واضحا أن هذا يجب أن يتم. لا يمكن أن أتحدث الكثير مع حماس ولكن حماس عليها أن تقدم حلا وعليها أن ولا يجب على حماس أن تقرر مستقبل هذه المنطقة ولا يمكن لها أن تقوم بذلك أيضا. نفتح الآن المجال للأسئلة. السؤال الأول من لك معالي الوزير رئيس الوزراء بخصوص دراسة رد حركة حماس على المقترح، هل نتحدث عن مساحة أخذ ورد مع مسؤولي الحركة بينها وبين الوسطاء، أم أن التعليق على التعديلات التي طلبتها حركة حماس سيكون في مساحة الملعب الإسرائيلي؟ وسؤالي لمعالي وزير الخارجية الأمريكي يتعلق بزياراتك الثمانية إلى المنطقة. نحن نتحدث الآن عن نحو 8 زيارات. خلال هذه الزيارات بطبيعة الحال أنت وأيضا مسؤولين في الإدارة الأمريكية قمتم بلقاء عائلات للأسرى الإسرائيليين. خلال هذه الزيارات هل كان هناك أي محاولة أو لقاءات مع عائلات الجرحى أو القتلى من الفلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة الاعتداءات من قبل المستوطنين أو حتى الجرحى من قطاع غزة؟ خصوصا أننا نتحدث هنا في الدوحة مثلا هناك نحو 2000 من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة هم وعائلاتهم هنا في الدوحة. شكرا. بالنسبة كما وضحنا في البيان رد حاليا يجري دراسته ومن المؤكد راح يكون في اخذ وعطاء سواء كان مع حركه حماس وايضا مع الطرف الاسرائيلي بمحاوله جسر الهوه اللي موجوده بين الورقتين. وهذه طبعا المساعي مش جديده ولا هم ديناميكيه جديده لعمليات المفاوضات فيما بيننا، ودائما هناك يعني مساحة وأخذ وعطاء لأن اسمها مفاوضات في النهاية للوصول إلى اتفاق وليس هي يعني لا يوجد جواب قطعي بنعم أو لا في هذه الأحوال. طبعا نحن نتمنى أن هذه الفترة تكون يعني في أقصر وقت ممكن. كنا نتمنى أن يكون هناك حراك وزخم أكثر في الأيام الماضية لكن للأسف واجهنا كثير من التحديات، لكن كما ذكرت نحن ملتزمون لتقديم مقترحات لحيث نجسر هذه الهوة فيما بين الطرفين. Thank you for the question. And the short answer is yes. Thank you for the question. شكرا على السؤال. نعم الجواب نعم. قابلت الكثير من الناس الذين يعانون من هذا الصراع. وعندما كنت في الأردن خلال الزيارة السابقة قابلت الكثير من النساء الذين أطلق سراحهم وفي الأردن كذلك وتركت أيضا الكثير من العائلات وأفراد العائلات خلفي لديهم تجارب مريرة والنساء الذين في غزة يعانون أيضا كذلك. ونحن في المتبحث الأمريكية هناك فلسطينيين أمريكيون لديهم عائلات في غزة ولديهم عائلة أفراد عائلات قتلوا في غزة في هذه الحرب. I carry with me a little. وأنا شخصيا أحمل معي one of these رسالة individuals gave me with pictures. وصورا أيضا لأفراد هؤلاء العائلات الذين قتلوا في الحرب في غزة. In Gaza.
And I have to tell you that وعلي أن أخبركم their stories, أن هذه القصص their suffering, ذات معاناة كثيرة وتحرك شعور كثير جدا, مثل ما يعاني المحتجزين وكذلك الذين قتلوا في أكتوبر في 7 أكتوبر تشرين الأول, وكذلك لابد من وضعنا على المسار المستمر لتحقيق السلام المستمر, وهذا بالطبع وبالضبط ما اقترحناه للأطفال والرجال والنساء في غزة وكذلك في إسرائيل, وعلينا أيضا أن ننظر إلى ذلك ونبحث عن ذلك بشكل جدي. وكما قلت سابقا وأقوله مرة أخرى, أن السم والضرر الأخير الذي يجب أن نتخلص منه وهو الانحطاط الإنساني والتقليل من الشأن الإنساني, when that happens, when parts get hardened, it's very hard يشكل صعوبة كبيرة جدا, وكذلك من السهل تعديل ذلك. علينا أن ندفع نحو ذلك, والطريقة المثلى لهذا هو أن نجد عقولا مستجيبة للتخلص من هذا السم الذي يؤثر على thank you both. تابعنا مع حضراتكم جزءا من وقائع المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن, والذي يزور المنطقة للمرة الثامنة منذ أحداث 7 أكتوبر لبحث رد حركة حماس على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة, والذي أكد فيه وزير الخارجية القطري أن الحل العادل والدائم هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية, في حين أعرب نظيره الأمريكي عن انتظار الولايات المتحدة لرد حركة حماس على المقترح الأمريكي, لأن الطريقة المثلى حسب قوله لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة هي وقف إطلاق النار, وأن الولايات المتحدة تواصل العمل بشكل يومي مع كل المؤسسات الدولية للضغط على الطرفين وتأمين المدنيين في غزة, وأيضا المساعدة في إطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب, يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القدس وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 50 بعد 200 على التوالي, تزامنا مع تواصل لقصف واستهداف للمنازل المأهولة وارتكاب مجازر جديدة. وشنت قوات الاحتلال غارات وقصف مدفعين على المناطق الشرقية من حي زيتون وجنوب شرقي مدينة غزة وسط تدوغل محدود لقوات الاحتلال شرقي حي الزيتون, كما استهدفت قوات الاحتلال منازل مأهولة في مدينتي غزة ورفح الفلسطينية, أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء. كما استهدفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة, وأطلقت الأليات العسكرية النار جنوب شرق مخيم المغازي وسط القطاع. حذرت السلطات الصحية في قطاع غزة من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة بسبب نقص الوقود. وأكدت السلطات الصحية في القطاع على أن عدم إدخال الوقود اللازم يعرض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت المحتم, بالإضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المواد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية. وناشدت السلطات الصحية في القطاع كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم, بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.
خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في الأشهر الأولى من الصراع في قطاع غزة. وأفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بالتوصل إلى هذه النتائج بناء على تقريرين، أحدهما ركز على هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، حيث أدان التقرير ارتكاب الحركة لما قال إنها جرائم حرب في المراحل المبكرة من الصراع. وركز التقرير الآخر على رد إسرائيل على هذه الهجمات. وأضافت اللجنة أن الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين في قطاع غزة والدمار الواسع النطاق للمباني والبنية التحتية كانت نتيجة حتمية لاستراتيجية تم اتباعها بقصد التسبب في أكبر قدر من الضرر، متجاهلة مبادئ التمييز واتخاذ الاحتياطات الكافية. وأشارت اللجنة إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة حرب إضافية باستخدامها سلاح التجويع ضد المدنيين، حيث منعت إدخال المساعدات الأساسية مثل الغذاء والمياه والأدوية للقطاع. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أعلنت مصر وقطر عن تسلمهما رداً من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. من جانبه أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدرس الرد الرسمي لحركة حماس على مقترح الهدنة الأخيرة في قطاع غزة. يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري تجهيز المزيد من المساعدات الإنسانية لإنفاذها للأشقاء الفلسطينيين عبر منفذ كرم أبو سالم، حيث تواصل السلطات المصرية تكثيف جهودها لإدخال عدد من شاحنات المساعدات تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. المزيد والزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. نعم، بعد التحية، هذه هي بوابة معبر رفح البري من الجانب المصري التي لم تغلق يوما واحدا أمام دخول المساعدات، وأيضا كانت في الماضي في استقبال الجرحى والمصابين. وعلى الرغم من إغلاق البوابة من الجانب الفلسطيني بسبب تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي على البوابة من الجانب الفلسطيني، لازالت مصر تفتح هذه البوابة في إنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية المتجهة لمنفذ كرم أبو سالم. لكن لازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإجراءات التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من الشاحنات. فاليوم لم يتم دخول أي من شاحنات المساعدات أو الوقود، وعلمنا أن منفذ كرم أبو سالم هو إجازة اليوم، فلن يقبل أي من الشاحنات خلال هذا اليوم، على الرغم من تجهيز آلاف الشاحنات في الساحة الخارجية لمعبر رفح البري، والذي أشار إليها الاتحاد الأوروبي بأن هناك أكثر من 2000 شاحنة عالقة على الجانب المصري عند معبر رفح، ولا يتم دخول أكبر عدد منها بسبب العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية بخلاف آلاف الشاحنات في مدينة العريش. ونحن لاحظنا أيضا تواجد ما يقرب من 6 شاحنات للوقود قامت مصر بتجهيزه اليوم للدخول لمنفذ كرم أبو سالم، لكن لن يتم دخول هذه الشاحنات، مما بالطبع يعني يفاقم الأزمات الكارثية والإنسانية داخل قطاع غزة والتي يتحملها بالكامل الجانب الإسرائيلي، كما تحدث وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته الهامة بالأمس في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة. وهذه الكلمة التي تؤكد على المجهود المصري المتواصل في مطالبة الجانب الإسرائيلي
بإنهاء هذه الإجراءات التي تعرقل دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، وأيضا ضرورة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لعودة النازحين مرة أخرى. هذه الأزمات أيضا تعود بأثارها السلبية على الأطفال، حيث أشارت منظمة اليونيسيف أن هناك أكثر من 3000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والقتل أمام أعين أسرهم بسبب قطع العلاج عنهم جراء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وإن لم تستأنف عمليات العلاج لهؤلاء الأطفال فهم معرضون للإصابة ببعض الأمراض الخطيرة التي تعرض حياتهم للخطر، وينضم إلى القائمة المتزايدة من الأطفال والبنات الذين قتلوا بسبب هذا القصف وهذا السبب. هذه هي الصورة، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. في الذكرى 6 على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكدت التنسيقية أنها عملت خلال السنوات الست الماضية على تنمية الحياة السياسية والحزبية، وأشارت التنسيقية أنها قامت بمساهمتها تلك من خلال التدريب والتأهيل وتمكين الشباب في المواقع القيادية وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب. كما أكدت التنسيقية أنها قدمت خلال تلك الفترة نموذجا ناجحا للقيادة الواعية من خلال أعضائها نواب المحافظين، ومثالا للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ، متعهدة ببذل كل الجهد من أجل الاستمرار في النجاح والبناء على تلك التجربة الفريدة من أجل تنمية حقيقية ومستدامة ورؤية بمفهوم جديد. وللمزيد حول الذكرى 6 لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معنا عبر الهاتف دكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن. يعني دكتور، بعد التحية، كيف تقيم 6 أعوام من عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟ مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام، وأبعث برسالة تهنئة إلى تنسيقية شباب الأحزاب على عامها 6 وعلى ما أثرت به الحياة السياسية المصرية. يعني أعتقد أن القيادة السياسية وسيادة الرئيس كان دائما دافعا بالشباب في مقدمة الأحداث، وكان تمكين الشباب شيئا هاما تبحث عنه القيادة السياسية طوال الوقت. وبالتالي نحن أمام تجربة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، أخرجت كثيرا من الشباب الواعي الفاهم القادر على قيادة دولته في المنحى السياسي بشكل قوي. وأعتقد أن ما أنتجته التنسيقية من نواب في مجلسي النواب والشيوخ، ومن نواب للمحافظين، ومن عاملين أو قيادات شبابية في مؤسسات الدولة دليل على ذلك. وأعتقد أن لقاءتنا بهم على المستوى الحزبي كانت تحمل كثيرا من التفاهم بل والوعي الكبير بالحياة السياسية وباتجاه الدولة المصرية وبالدفع خلف قضايا الدولة التي تشغل بال الرأي العام وتشغل القيادة السياسية. نعم. فالحقيقة هي تجربة تعيننا جميعا على فهم مقتضى الحال السياسي. طيب دكتور عمرو، يعني اذا يعني كيف اثرت هذه التجربه، تجربه التنسيقيه، على الحياه الحزبيه والسياسيه في مصر منذ نشاتها حتى الان؟ اولا منذ ان بدات وهي تبحث في التطوير وتنمية الشباب وقدراتهم على المستوى السياسي وعلى مستوى القيادة المؤسسية في مؤسسات الدولة، فأن يكون هذا مخرجا فهو أهم بمكان ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ ومخرجاتهم ومناقشاتهم الهامة في لجان المجلسين مخرج هام.
مشاركتهم في الحوارات المجتمعية، نعم، الحوار الوطني، أعتقد أن كل ذلك كان أمام الجميع، وهذا في حد ذاته يجعل التجربة أمامنا ماثلة كيف نعد شبابنا للحياة السياسية، وكيف يكون هناك صناعة حقيقية لقيادات الدولة، أو ما نتحدث عنه سلسلة القيادة السياسية التي لا تنضب أبداً داخل الدولة المصرية. دكتور عمرو، يعني هل يمكن استنساخ تجارب مماثلة لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر؟ يعني الحقيقة الأحزاب إذن انقطع الاتصال من المصدر دكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة وطن، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ناقش الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد الخاص بمجموعة بريكس الآليات والأدوات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أكد نائب مدير المجموعة المستقلة لبنوك التنمية متعددة الأطراف أنكيسيشن أن مصر لديها برنامج ممتاز خاص بالبنية التحتية، لافتا إلى ضرورة النظر في احتياجات مصر المالية من أجل توفير سبل الدعم. Well, I think that the multilateral development banks. أعتقد أن البنوك متعددة الأطراف لديها موارد عظيمة للتنمية، ومصر لديها برنامج ممتاز خاص بالبنية التحتية، وعلينا أن ننظر إلى احتياجات مصر المالية من أجل أن نوفر سبل الدعم وخصوصا للبنية التحتية والتي سيكون لها دور مفيد وطويل الأمد، وأيضا وسائل التمويل المختلفة التي ستساعد مصر على سداد التزاماتها وسط ظروف منطقية، والذي على سبيل المثال سيساعد في كيفية سداد هذه الالتزامات لصندوق النقد الدولي، كما إنه سيجعل لمصر دورا مهما في مساهمات عدة لتطوير منظومة بنك التنمية الجديد. نظمت البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة قافلة طبية لخدمة حجاج السياحة، والذي يصل عددهم لما يزيد عن 5000 حاج، ذلك لتوفير الخدمة العلاجية لهم. هذا وقد قدمت البعثة خدماتها لأكثر من 11000 حاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد وصل عدد المحتجزين بالمستشفيات السعودية إلى 21 مريضا وحالتهم مستقرة. في إطار العمل على توفير الخدمة العلاجية للحجاج المصريين أينما كانوا، نظمت البعثة الطبية المصرية قافلة طبية للحجاج السياحة المصريين الذي يصل عددهم لخمسة آلاف حاج بمنطقة العزازية بالقرب من مكة المكرمة، وذلك بهدف تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للحجاج المصريين بمقر إقامتهم كأحد الإجراءات اللوجستية الميسرة التي تنتهجها البعثة الطبية. في عدد كبير من الحجاج موجودين في منطقة العزازية، ووصولهم للعيادات صعب شوية، فكوننا فريق من الأطباء وتوجهنا ليهم في محل إقامتهم، وتم الإعلان إن في قافلة طبية تتبع البعثة الطبية لوزارة الصحة، والحمد لله يعني احنا شفنا ما يفوق 150 مريض النهاردة كلهم من أهالينا، وده يعني جزء من الخدمات اللي احنا بنقدمها كبعثة طبية. الفكرة الأساسية أن احنا بنحاول نيسر على الحجاج ونحاول نسهل تحركاتهم، وفي نفس الوقت بنحاول نوصل لهم في أماكنهم، ده بيقلل العبء عنهم شوي. في بعض الفنادق في صعوبة في الوصول للعيادات، احنا قررنا أن احنا نتحرك لأماكن إقامة الحجاج في الفنادق المقيمين فيها. احنا النهاردة في فندق من أحد الفنادق فيه ما يقرب من 1600 نزيل، قررنا أن احنا ننقل الأدوية وننقل المستلزمات وننقل الأجهزة اللي احنا هنشتغل بيها عشان خاطر نبقى جنبهم، وأعلننا عن وصولنا، وبدأ بالفعل يتوافد إلينا الحجاج من مقيمي الفندق. وصلنا لما يقرب دلوقتي من 100 حالة شفناهم، كلهم قاموا بصرف العلاج، وفيهم حالة
احتاجت ان احنا نحولها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. معظم الحالات التي استقبلتها البعثات الطبية تعاني من نزلات برد وعظام نتيجة للتغيرات المناخية ومشقة السفر. الحجاج بيقفوا فترات طويلة وبيطوفوا وبيسعوا، فده بيعمل آلام مختلفة في الجسد، فبالتالي بنقدر الحمد لله ان احنا من خلال البعثة المصرية ان احنا نقدر نديهم العلاجات المختلفة وكل الأدوية الحقيقة متوفرة معنا. كما نظمت القافلة الطبية فريق وقائي لعمل ندوات توعوية للحجاج المصريين بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس. بننصحهم طبعا من الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري وشرب كميات من المية والسوائل وحسن اختيارهم للأطعمة الصحية اللي تقويهم على أداء المناسك. قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما لاقوه من خدمات علاجية ميسرة. أعطونا علاج للبرد هوت ومية مية، الله يسترهم ويصلح حالهم، حتى بنعرف نتكلم. رشحوا عندي كحة، وبعدين هما دلوقتي قاسوا الضغط لقوه عالي وقاسوا السكر لقوه عالي وادوني العلاج. لما شفتكم هنا ونازلة صلي فرحت جدا فعلا، يعني فرحت على الأقل انتوا ولاد بلدي، وحسيت فعلا في اهتمام ان في حد بيسأل في الحجاج. توفير الخدمات العلاجية التشخيصية للحجاج المصريين اينما كانوا يؤكد حرص البعثة الطبية المصرية على توفير سبل الراحة والأمان لإطفاء الأجواء الروحانية لهم. محمد حلمي، التلفزيون المصري. انتهت اخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم رسالة من رئيس غينيا الاستوائية ويبحث مع نائبه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. خلال لقائه رئيسة بنك التنمية الجديدة، الرئيس السيسي يستعرض مسار العلاقات بين مصر والبنك ويؤكد اعتزازه باستضافة الملتقى الدولي الأول بالعاصمة الإدارية. بلينكن في قطر لبحث رد حماس على الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزة. انتهت نشرة الثالثة. شكرا طيب المتابعة ودمتم في أمان الله. في أمان الله.